باركنسون ما تاخذنيش مش زي الالزهايمر لسه في علاج عملت انت في علاجات اهون بكثير لسه وفي علاجات ممكن تلاقي في بعض العلاجات لما تنزل جديده وتستعمل ممكن تعطي نتائج سحريه ولذلك بتلاقي احنا كيف بنشخص كيف هالحركه والرشفه الشديده وفي الليل بتلاقي بتساله السؤال هذا معه بتلاقي في عنده رشفه في الليل بقول لك لا ما في ولا شيء والباركنسون احنا اللي بنشوف فيه حالات من باركنسون مزعج جدا بتلاقي حركته مخيفه جدا الرعشه بشكل يعني كيف على الكرسي احد المشهورين مره على التلفزيون كان اصابه اظن في السي ان ان او شغله شيء مزعج جدا الحركه يعني ولا بتتخيلها مزبوط. كل عضله في جسمه بتتحرك اما الباركنسون اللي بنشوفه عاده بتلاقي الرعاش المشي العادي المشي الصعبه اللي شو بسموه التأتأة وما اوكي بدنا نقاطعك دكتور احنا اسفين جدا بس بدنا ناخذ اتصال معنا قاسم تفضل الو قاسم صول معك اهلا اهلا تفضل يا قاسم انت على الهواء بدي احكي مع الدكتور لو سمحت تفضل نعم انت على الهواء تفضل سيدي انتو حكيتوا انه في مضر يعني مرض الرعاش وانه احنا بنوصل لدرجه مثلا على الشيخوخه بصير معنا خرف بس مش شرط مش شرط في نوع الانسان من بطن امه ما بيعرف شيء ما بيعرف شيء ولا بقدر يقول انه انا موجود مع مين تفضل هو موجود بالحياة هل وصل درجة الطفولة لمرحلة الشيخوخة يعني الرابط بين الشيخوخة والطفولة الذي موجود بالحياة الرابط بين الشيخوخة والطفولة إذا بدنا نقول أنا موجود كطفل لما وجدت حسيت أني أنا عايش طيب وين سؤالك سيد قاسم وين سؤالك سؤالك الطبي بخصوص الخرف أو الرعاش أو الزهايمر أنه بين الحياة والموت هل في 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 رابط مش عم بفهم عليك موضوع يمكن نعتذر رح نحاول أنا يمكن وصلتني فكرة قصيرة يعني انت عم تحكي انا يمكن اكون غلطان لانه صدقا ما فهمت على كلامك ابدا بس اتوقع يمكن بقول انه بحس حاله انه بيرجع طفل مثلا المريض صار انه الولد انه بنولد وما بعرف شو بده يصير لا يعلم بالغيب الا رب العالمين انت ما بتعرف وين المشكله هذا ما لك بس بدك تعرف انك ربنا انزل الداء والدواء واذا مرضت فهو يشفين هلا الانسان بنولد اذا مشت اموره ما بتقدرش تعرف انت بتطلع من بيتك ما بتعرف اذا بدها لا سمح الله تضربك سياره او غيرها ما بتعرف بتكون جالس في مكان عشرة وهذا واحد بفلوز اثنين ما بفلوزوا واحد بنصاب بكذا ما هذا ما بعرف فيه إلا رب العالمين بس طبعا إذا صابوا مرض معينة إحنا في عنا الداء وفي عنا الدواء عشان هيك إحنا أما ما بستطيع أما هلأ كيف ولد متى بده يمرض متى بده هذا ما بعرف إلا رب العالمين هذا ما حدا يعني لا طبيب لا تعلم أي نفسه نرجع دكتور بنقول إحنا شو نصيحتك لأهل بدنا نعطي اهتمام شوي لأهل المريض شو بتنصحهم الأهل المريض بدهم أولا شو بصير مرات في الأهل للأسف الشديد وطبعا الله يساعدهم أنا بحكي أولا وآخر إنهم بيعصبوا بدهم يعرفوا إنه هذا الشخص أو هاي الامرأة تقوم بهذه الأعمال مش بإيدها غصبا عنها يعني هاي إجاه هيك ما راحت شرط وشري المرض لو راحت تشتري بنقول لك والله حق عليها في الناس بيطلقوه ما بصيرش تتخلى ما هاي المشكلة هذا مجتمعنا مجتمعنا هيك ربنا وإحنا في ديننا انك لازم تحتني وما الى ذلك فانت هذا يعني يصيب لا تعلم طب ليش رب العالمين اللي هو ما بتعرفش انت هي فيها حكمه فالان بدك تعرف اولا انه هذا كثير انا بحكي لمرضى يا عمي هذا ما شرى شريه والله لو شرى شريه بنقول لك بس ما تعصبوا عليه ما تعصبوا عليه يا خذوا واعطوا معاه مشان الله صحيح صعب انا ما بقول لك ما بحكي لك انا عاملي انظر عامل حالي انا صح اللي بقول هالكلام اسهل من الكلام الواقع بس حاول بقدر الامكان يعني لازم تشوفوا طرق معينه تساعدوا فيكم لازم يعني لابد حتى تخففوا اضاءه شمعه احسن من انك تلعن الظلام فهمت علي ما تضيقش بالمره فهي ايش ما عملت انت بعطي خير ونعمه
اما تيجي تقول خلص وهذا وما فيش هذا يعني على العكس انت لما انت تعصب انت بتمرض. ولذلك احنا بتحكي انه المريض مش المريض نفسه, المريض مسكين مش حاسس في اهل المريض. فانت اولا انت بتمرض, انت بتمرض وانت بتصير بدك انت تتعالج وتاكل يعني وتتحمل الهلا وبلش انت عاد في المرض وما الى ذلك. معنا اتصال سامي علي, تفضل انت على الهواء. سامي عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته, تفضل. انا بعاني من مشكله بس بعرفش اذا من اختصاصك ولا لا. تفضل. انا بقدرش امشي. اها. بقدرش امشي. طيب ليش؟ لي تقريبا 10 سنين مع العلم اني كنت قوي وراجعت كل الدكاتره وعلى الفاضي ما استفدت. ليش؟ امتى صارت معك؟ كيف يعني امتى صارت معك؟ امتى بطلت تمشي؟ شو اللي صار؟ صارت معي تقريبا قبل 8 سنين. شو صار؟ ايه؟ شو صار؟ قبل 8 سنين؟ من الله شوي شوي وبطلت امشي. هذا ممكن مرض في العضلات يا سيدي. ايه؟ هلا ما بعرف شو اللي عندك. تشخصت؟ هلا تشخصت؟ طبيب؟ راجعت اطباء؟ سويت صور مغناطيسي، سويت كل شيء. ويحكوا لي فيش عندك شيء. اوكي مش معناتك اذا سويت الرنين وسويت كل شيء معناته في امراض لها علاقه. هاي شوي شوي بتطلع في امراض في العضلات معينه تؤدي الى الحكي اللي بتتكلم فيه. هاي مش معناتني وين اروح وشو اسوي يعني. زور اخصائي جهاز امراض عصبيه. معقول يعني تروح على كل الدكاتره؟ بقول لك لا بد الا شخ... ما حكوا لك شو تشخيص. هل هو مرض اطلب تشخيص عضلات؟ تشخيص والله ما حكوا لي ولا شيء. روح على المستشفيات الاكاديميه. روح على المستشفى يعني بدي إيه؟ بتسمح لي يعني حكوا لك انه خلص ما فيش شيء وما بنعرف شيء خلاص والسلام عليكم هيك؟ ايوه هيك كلهم كلهم الله يكرمك. طيب انت لا على هيك انا لو محلك بمسكهم بالدفتر دكتور دكتور لعما الاقي حدا يعطيني الجواب. لو بتضطر تروح على كل اطباء اختصاص يعني الجهاز العصبي بالاردن الا ما توصل لواحد يعطيك تشخيص هو اول شيء منطقي. بدي احكي له لطفا هلا مثلا مستشفيات القطاع العام راجعتها سيدي البشير او الخدمات الطبيه؟ شو رايك انت بسال لطفا. طيب سيد سامي ان شاء الله احنا بنحاول نعطيك جواب وافي هلا. شكرا على اتصالك دكتور. اتصور انه انت نصيحتك للاخ سامي علي انه يتوجه لطبيب. لازم على الاقل يا سيدي ما تاخذنيش في الامراض العصبيه الجهاز العصبي في شيء اسمه على الاقل هو مش كل الامراض العصبيه لها علاج. بس فيك تحصل على تشخيص على اساس التشخيص. يعني انا في بريطانيا بتذكر ممكن يحطوا المريض شهرين او ثلاثه في المستشفى لعما يشخصوه حتى يشخصوه ويجيبوا له 50 طبيب بالضبط. في الاخير بيجي بيقولوا له هذا سيندروم اسمه سيندروم كذا وكذا. اوكي السيندروم يعني هذاك اليوم واحد بيجي عنده سيندروم امراض غريبه في امراض غريبه باري سيندروم هذا مثلا بيعمل شلل يعني هذاك اليوم واحد في واحد هورنر سيندروم مثلا بالصدفه يعني عينه بتكون صغيره البب وهون ما شو بسموه بيكون واحد بالمليون ولا بتعرف قديش وهون ما بيعرقش من هون بيعرق من جهه يعني وفي هذا اكتشف واحد يعني الطب ما ترك شيء سيدي. الطب الان ما ترك شيء ولسه في طور النمو ولسه العلم اليوم يمكن بعد 100 سنه يقول لك شو هالعلم اللي كان يعني الطب ما ترك شيء بيستطيعوا يعني. هون الاستاذ بقول لك انا رحت قالوا لي طب انا ما في شيء اسمه امراض عضلات ممكن يولد طبيعي كل شيء تماما تعدد الصفائح مالتيبل سكليروسس يسلم تمك الام اس هاي الام اس وغيرها لا في امراض ثانيه للعضلات بسموه مصل ديستروفي مصل هاي ما بتبين دوشن سيندروم بسموه دوشن ديزيز يعني هاي امراض اكتشف كل واحد سماها تلاحظ على اسمه يعني طيب ولد بعد شوي ببطل يمشي ببطل يحبب كلها. اما طبعا ما فيش لها علاجاتها ممكن بس تشخيص اما تشخيص لازم اما مش انه والله والله ما بعرف وما قالوا لي وما قال هذا مش ممكن هذا في لازم في شيء في شيء لازم في سوء بتعقب الحاله انه انت تطلب بكل بساطه شو تطلب تشخيص واضح ايش مالي ايش عندي ما بدي اعرف اسمه بس بدي اعرف اسمه. اما ممكن ما فيش له علاجها. لا ينتهي الحديث دكتور رشيد سعدنا جدا بلقائنا معك لا يمل. تسلم يا رب مرضانا الأعزاء مشاهدينا الأعزاء مواطنينا الأحباء يا رب ما تشوفوا غير كل خير. نصيحة أخيرة الشيخوخة الكبر إشي طبيعي وقلة الأداء مع الوقت إشي طبيعي مش إشي مخيف بس في حالات الخرف نطلب منكم
يمكن انا شخصيا بطلب منكم ان تطولوا بالكم وبنفس الوقت تعتنوا بحالكم عشان تقدروا تعتنوا بهذا المريض. يعني اذا انت بحاجه لعنايه، اذا انت بحاجه انك تشوف استشاره نفسيه لدى كونسلر بسموه مستشار، يعني حدا بيعطيك ارشاد لكيف تتعامل مع هذا الشيء لانه انت مش مجهز بالحياه انك تتعامل مع هذا الشيء، هذا المريض، المريض النفسي او الناصح الاجتماعي او المصلح، هذا اللي ممكن يدلك. هذا لا يعني انه اي لازم يروحوا عليه بس المجانين، هذا بيروحوا عليه الناس اللي بتواجههم مواقف صعبه او مشاعر ما بيعرفوا يتعاملوا معها. شكرا دكتور رشيد زاغا اخصائي الامراض العصبيه، شكرا لكم اعزائنا المشاهدين. بنرجع بنلقاكم السبت الجاي، خليكم معنا، اختصاصنا صحتكم، نورمينا حصريا اطباء على الهواء. We'll be right back.